السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير. وكلم لكم مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 17/11/2024، 15 جمادى الأول 1446، من قناتي أنا وحياتي فضلا وليس مرة. أتمنى تشرفوني وتنوروني أخواتي باشتراك ولايك مواقيت الصلاة على القاهرة. اليوم يؤذن الفجر اليوم على مدينة القاهرة في 4:52، الشروق على مدينة القاهرة في تمام الساعة 6:22، يؤذن الظهر اليوم على مدينة القاهرة في 11:40 صباحا، العصر يؤذن بإذن الله في 2:37، يؤذن المغرب اليوم على مدينة القاهرة في 4:58، تؤذن العشاء على مدينة القاهرة في 6:18. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما كان ويكون، عدد الحركات والسكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الطاهر الزكي، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.